ما ثماش إرهاب فيش بلش عام، بعبارات ترددت على ألسن مجموعة من الجمعيات والمعتمدين خلال زيارتهم لأصعب منطقة فيش بلش عام لإثبات أن القصرين لا يوجد فيها إرهاب، ولكنها تحتاج إلى مشاريع تنموية وتوفير مواطن شغل لشباب البلاد. التظاهرة ذي نظمتها الجمعية متاعنا تضامن مع متساكني جبل الشعامبي، اللي معناها في البلاتويت 24 ساعة يحكوا الشعامبي فيه الإرهاب، الشعامبي متساكن في الإرهاب. هنا نحن كجمعية وكمجتمع مدني متكون من معناها عمال وتجار ومعناها ورجال أعمال والكل هنا في قلب الشعامبي. بالنسبة للأوضاع اللي قاعدة تشوفي فيها، يعني جبل الشعامبي الحمد لله راك ما فهمش حتى شيء، والأوضاع فمشكون في الولايات الأخرى وفي في البلايس اللي بعيد على القاصرين. صوروا القاصرين في الأعلام على إنها وحش تاع إرهاب، والقاصرين داخلة بعضها، والقاصرين الحمد لله الأوضاع في القاصرين، بنت البلاد نسكن في وسط البلاد، يعني ما عندناش مشاكل حتى من ناحية. احنا اليوم حبينا نبعثوا رسالة للسلطات العليا وللشعب التونسي، أراه الإنسان والمواطن في جهة القصرين وبصفة خاصة في معتمدية فوسانة راهو حاجته بالتنمية. للأسف الشديد معنا اليوم فهمتي تظهرنا مسألة الإرهاب و صحيح احنا ثم عنا جهات أمنية ونحيوا معناها الأمن ونحيوا الجيش الوطني بالوقفة هذه واحنا معناها دعم ليه، ولكن يعني كل واحد يخدم خدمته. متساكني المنطقة المحاذية لجبل الشعامبي أكدوا نفس الكلام، أنه لا يوجد إرهاب ولا مجموعات مسلحة، بل يعيشون في أمن وأمان. تم عوين حرس ضربه من أثر الألغاب، الله أعلم المجموعة ذي كيفاش تسلت وقت فراغ، في وقت فراغ أمني وجبل فارغ، الله أعلم من أي شير، أما تو نحن في أمن وأمان. نريد مشاريع تنموية، نريد تنمية في القصرين لا الإرهاب، شعارات نادوا بها المعتمدين وثل من الجمعيات اليوم خلال التظاهر التي سلكوا فيها أصعب طريقا في جبل الشعامبي، مؤكدين بذلك أنه لا يوجد إرهاب في القصرين. لكن هل أننا سننسى الخمس حالات بتر للأرجل والحالتين عما التي أصيب بها أعوان الأمن والجيش الوطنيين؟ وهل سننسى الألغام التي لا تزال إلى حد الساعة منتشرة في جبل الشعامبي التي لا تزال منطقة عسكرية مغلقة بهذه السهولة؟ الحماة يا حماة الحماة ألم